مشاهدينا كثير يمكن مع انتشار الشائعات حول فيروس كورونا، طبعا على مواقع التواصل الاجتماعي يمكن صار سالي اي حاله وفاه عم يسبوا انه خلص كورونا. توفى كورونا، صحيح. مع انه ممكن تكون وفاتها كثير طبيعيه. في تناقض معلومات وكذب، واحيانا يمكن بث الذعر والخوف ونسب يمكن حقائق لشيء منه صحيح. لنحكي اكثر عن هالتناقض اكيد بين هالعالمين، العالم الحقيقي والسوشيال ميديا، ونتاكد منه اكيد ضمن فقرتنا لليوم. سالي، اكيد زينب مثل ما قلتي، كمان الوسواس اللي كنا عم نحكي عنه نحن ايضا مع انتشار هيدا الجائحه صار بشكل كبير. على جد انا امبارح يعني حاسه كنت لحالي مرضانه، بس لاني خايفه ووسواس، ولكن لا، دائما الانسان صحته النفسيه هي مهمه ايضا لا سلامة صحته الجسديه. هالمعلومات كلها رح نناقش فيها ونتعرف عليها مع ضيفتنا الدائمه فاتن نظام، اخصائيه بالموارد البشريه والعلاقات العامه. صباح الصحه. يسعد صباحكم، صباح الطاقه الايجابيه والابتسامه الحلوه. يسعد صباحك. يسعد صباحك يا فاتن. يعني عم نحكي تحت الهواء قد ايه صار كل حدا صاروا يعني مثلا بيقول وين هويتي، وين بطاقه السياره، وين المفاتيح، ومعه الكمامه والمعقم، صاروا اساسي. عم نشهد حالات متناقضه ان كانت على العالم الحقيقي ولا على السوشيال ميديا، من اخبار من يمكن اشياء ما انا صحيحه، حتى صار الشعب السوري يقول لا، كذب مثلا جهه حكوميه اصدرت قرار، لا نحن سمعنا انه الفيسبوك صار مصداقيه اكثر بالنسبه لهم. تمام. ليه عم نشوف الحالات المتناقضه؟ نحن من اول ما بلش فيروس كورونا نحن في عندي تنوع، في عندي تناقض بالمجتمع، عشان نكون نحن صريحين. يعني نحن في اول شيء فئة فورا هي التزمت بالموضوع واخذت اجراءاتها والوقاية، وبنفس الوقت عملت حماية لها ولبيتها، وفي اشخاص اللي هي اخذتها بطريقة اللامبالاة. هي اساسا في عندي فئة حقيقية ولهلا، ورغم انه صار في انتشار لهلا هي على موضوع اللامبالاة، ولا ما في فيروس وهذا كله كذب وهذا كله نفاق، وشافت فيروس حيموتنا، مضينا كل الحرب ما صرنا شيء. هذا كمان هي انا بقول هي الفئة هي اخطر بكثير، الناس القدريين 100% هي اخطر بكثير من الفئة اللي هي يمكن عم تتعامل بطريقه عاديه، لان هي عم بتاثر بطريقه انه مثلا هي حاطه كمامه بطريقه المسخره، بطريقه المزاح احيانا، بطريقه انه يشوف كورن مثلا او اي موضوع، فانت هون بتحسي حالك انه صرتي خارج التيار. فنحن كونه نحن بمجتمع، ونحن هلا حاليا قلت اول جمله انه في انتشار، حقيقه بدنا نكون نحن حقيقيين بهذا الموضوع، ما بدنا نكذب حالنا ولا نغطي على عيوننا، هو حقيقه في انتشار، وهذا واضح بالنسب الوفيات وبالنسب الثانيه. ولكن كلمه انه نحن اي حدا بده يقول لك انه انا عم بسعل تلاقيهم كورين، او مثلا عم يمكن تغير نغمه حقيقي انت كورين، هذا الخوف كلياته بخليكي كمان انه تتفاجئ بالموضوع، انه لا يا عمي انا بس حلق العمي، يعني ماني مريضه، ما في شيء، يعني قريب عادي، او انا حساسيه عندي مثل ما هلا تفضلتي انه عادي، بس هو صار كمان اي حركه والله شوي حرارتي مرتفعه، الكورن يمكن ندير بالك. فهي كمان خاصه الحاله النفسيه كثير بتلعب دور. يعني هلا مثلا اي حدا بتقولي له وشك اصفر، او مثلا بتقولي له ليه عم تسعل، او بتخافي برده فعل، هو بدك تنعكس عليه. اكيد ما هيك فاتن؟ يعني بتحسي انه هذا الموضوع كمان صار بده شوية وعي. يعني هلا نحن في عنا نقطه كثير مهمه، الخط الفاصل ما بين الوقايه والوسواس. تمام. كمان هذا كثير مهم. انا الوقايه انه انا حاطه مثلا سبيس قدامنا، الكمامه مثل ما قلتي، مثل الموبايل صارت، بس هو الاخطر الفئه اللي انتقلت للوسواس اللي هي طول الوقت طول الوقت بتضلها تبخبخ، طول الوقت طول الوقت بتضلها عم تعقب، طول الوقت بتقلك عقمتي صافحتي، هذا طول الوقت انه انت قاعده بدائره الاتهام. صح. هذا كثير خطير انه انا عايشه بدائره هذا بنفس الوقت عم تندرج حتى على الاطفال وحتى على البيت، يعني بشكل عام، خاصه هي الام اللي بتكون المحور التعقيد، ديروا بالكم وين كنت، شو ساويتوا. تمام. كمان عم بتزيد حتى مشاكل عائليه وزوجيه. صحيح، مثل ما ذكرتي، يعني كمان يعني كل شيء زاد عن حده ونقص، نحن لازم ناخذ احتياطاتنا بالحدود المطلوبه. يعني حتى كمان مثل ما قلتي، احيانا الاشخاص السلبيين بياثروا على الشخص، مثل ما قلتي انه والله دغري معك كورونا عم تسعى
تقعد بعد عني. الكورونا ما أنا يعني ما أنا شيء عيب يعني، هو مرض وممكن نحن معرضين له. هلا الفكره كثير مهمه كمان، نحن عندنا اللي عم ينصاب بالكورونا عم كمان عم بصير في تنمر عليه، يعني تنمر بطريقه كثير غريبه، يعني انت مثلا يعني كانه صار في مسبه او في شيء عامل ذنب يعني. هو يعني الفكره الاساسيه هو فيروس مثل اي فيروس ثاني، ولكن هو لانه ما معروف هو كيف عم ينتقل بالطريقه، ساعه بيقولوا بالهواء ساعه انتشار. نحن الوقايه خير من الف علاج، يعني هذا كثير مهم، ولكن الاسلوب التعاطي حتى مع الاشخاص مع الحركه، يعني انت في ناس بتكثر وسواسه بتقنعك انه انت معك كورونا. يا عمي انا ما عندي كورونا، يعني انا ما في، يعني هي شغله حساسيه، او انا هلا فاهم انه صوتك مكانه مفحوح، فيكي شيء حاسب شيء، فانت حتى توهم، يعني انت مثلا يمكن ما يكون في عندك شيء، يمكن عن جد انت عندك حساسيه او اي قصه تماماً. بتحسي حالك بطنك وجعك، صار عندك دوخه، والله بلش راسي عم يوجعني، ما بعرف شلون حاسه. هي القصص الصغيره بتخليك توصل لمرحله انه يمكن عن جد انا كورونا. واقعد بالبيت وحالتي حالك. فنحن هون الدائره اللي بتخوف انه انت تفوتي بدائره الاكتئاب والكآبه، هذا الاخطر اللي انت انه انا خلص سكرت، انا ممكن موت. وخاصه هون بنبلش بالمراجعه الارقام الوفيات، هذا كمان كثير خطير. صحيح صحيح اكيد فاتن، بس بتحسي يعني مثل ما كنا عم نحكي وعم تقول سالي عن التنمر، يعني الشعب السوري ما كان من عاداته الشماته بالمرض، عم تحسي في تغيير بالافكار بالعادات بالتقاليد، في اشياء جديده فايته على مجتمعنا للاسف، ان كانت من الشماته ان كان من التنمر ان كان حتى بالثرثره الفاضيه. خلينا نحكي ما عم نستخدم يعني نحن مواقع التواصل بشيء مفيد وفي يعني وشيء بيظهر اخلاق الشعب السوري. دائما بتلاقي عالمين متناقضين او متعارضين، خلينا نقول جمهور متعارض بين المؤيد، المهم انه يخالف بالراي، وهذا الشيء نفسه عم يحصل وقت صار مثلا انتشر عدد وفيات. هي بأي عدد وفيات اي مثلا بيقولوا لا كذب، او ناس تقول لا صح، يعني في تناقض غريب. اليوم هذا الشيء موجه مثلا للناس المستهتره، انا مثلا مستهتر بقول ما رح يقرب المرض، الناس قدريه بتقول بده يصير. اليوم هي كيف فينا نستخدم مواقع التواصل؟ نحن ما بدنا نبث الخوف ولا الذعر، بدنا نبث الحقيقه الموجوده على ارض الواقع، في خطر محدق بالشعب السوري اليوم. هلا نحن قلتي اول بدايه حديثك انه نحن ليش هيك عم بصير مع انه نحن كشعب عم بصير عنا التنمر، دائما نحن بعد الازمات بصير في عنا ازمه بمجتمع، يعني انت عندك مجتمع ما بعد ازمه، يعني عندك في قصص كثير دخلت لهذا المجتمع بمفرزات، في مفرزات يعني انت مفرزات ازمه، هذا التنمر، عدم المصداقيه، التشكيك باي شيء، يعني انت احيانا رح توصلي انك تشوف قدامك يعني في واحد هيك مات، هيك صار معه من المخالطه من الاستهتار، فهو في نوع طول الوقت تشكيك بعدم مصداقيه، هذا كثير خطير. انا كل الوقت كل شوي بدي ضلني اعمل اشتغل على هذا المبدا، ما بيمشي الحال، لا انا بشتغل على اتجاه ايجابي افضل بكثير، اللي هو انا بدي اشتغل على شيء اسمه التوعيه، تمام، انه في مسؤوليه عليك، في انتماء لهذا المجتمع اللي انت موجود فيه، اللي هو عم يطعميك ويشربك، نحن انت عندك مسؤوليه، خاصه انا عندي بالنسبه لفئه الشباب، فئه الشباب هلا اللي بيقول لك انا مناعتي كثير قويه، انا مالي مضطر احط الماسك ما بدي اشتغل وهيك، لا هي الفكره مو انه انت مناعتك قويه، انت بس بدك تدير انه انت تكون جزء من الحمايه، جزء من التوعيه، جزء من حمايه اهلك، من جزء من حمايه احبابك، يعني نحن عم نتفاري انت ما تنقول بعيد عنا، لا هو ولا بعيد، هو قريب كثير منا حقيقه، هو باي لحظه باي ثانيه عم يخترق بطريقه كثير مخيفه، عم يتغلغل بطريقه انه انت ما بتعرفي، لانه هو ما له ظاهر، هو لا له نقطه ببين ولا تحسس، هو ما بتعرفي من الشخص الحامل الفيروس. فهون كثير مهم انه انا اكون على قدر الوعي، على قدر المسؤوليه، كل ما كان عندي مسؤوليه مجتمعيه اكثر كل ما انا بحس اكثر، يعني انت مثلا الاب والام مثلا يلي قاعدين بالبيت هنن ما عم بيخالطوا حدا، وانت المسؤول تمام يلي انت عم بتخالط وتشوف عالم، حتى قيم الموضوع هلا لبعدين، ليش ما انت تكون الواعي بدل ما انا اساعدك انه حاش تستهتر وخليك معنا ما تكون ضدنا، كمان هذا كارثي.
حقيقه مجتمعيه. صحيح. كيف فيه الانسان فاتن يبعد شوي عن هيدا الافكار اللي بتعمل تخلق عنده نوع من هي؟ دائما كمان بتعتمد على قوه الشخصيه للشخص، ما كل الاشخاص بنفس السويه اللي بيفكروا فيها ولا بنفس خلينا نقول قوه الشخصيه. في ناس شوي هيك بتتاثر زياده عن ناس ثانيين باي خبر ممكن يطلع. ممكن في عالم بيكون عندها كبار بالبيت، ابوها امها، يعني اي حدا بخصها كمان تخاف عليه، تصير الوسواس كمان زيادة عليه. صحيح. زياده اكثر من انه هي بالنهايه نحن ما حدا بخاف على حاله قد ما بخاف على اهله يعني. تماما. فكيف هيك فينا نحن ناخذ هيدي الاخبار بشويه وعي؟ ما كل شيء ننجر وراه، يعني ما نصدق اي شيء. خلينا نحن مش عم نقول انه احنا ما نخاف، لا احنا حنخاف، لان انا مجرد ما انا بطلت خاف معناتها انا ببلش نوع استهتار انه يلا بدي بتمشي. انا بس بدي احول هذا الخوف السلبي لخوف ايجابي. تمام. كثير مهم. انا الخوف السلبي هو بيعمل لك حقيقه شلل بالتفكير، شلل بالتفكير. انا خلاص سكرتي دائرتك، سكرتي اي قصه، صار عندك انت الامور اللي بدك تفكري فيها، صرتي شو بدك تعقمي، شو بدك تساوي، كيف بدي احمي. لا، هي الفكره في الحمايه الالهيه موجوده، ولكن انا بدي دير بالي على حالي بالطريقه المناسبه، بالطريقه لعدم التعاطي مع اللي خلينا التباعد. اوكي، كثير سليم، ما في مصافحه، كل العالم هلا عم تبتسم. تمام، هي خلص ابتسامه هي حقيقه، ما كانت السلام بدون ابتسامه هو كانه مو سلام، فانت كيف عم تبتسمي هذا السلام هو اوجب. عندك الكمامه اللي صار حقيقه صار واجب وحقيقه ملفت صار بالنظر من بعد العيد لتاريخ اليوم، صار بالشوارع عم بتشوف يمكن بين الثلاث اشخاص في عندك شخص بس ما حاطط كمامه، هذا مبين معناته صار في عندي وعي انه في خطر، في عندي انذار خطر انه انتبهوا، الوضع ما عاد مريح، الوضع في شيء بخوف، في عنا عدد وفيات، في عنا تسارع بعدد اللي نحن بنقول الرقم الموجود. صح. بس انا هذا التحويل اللي بدي احوله من خوف سلبي لخوف ايجابي، بس اقرا انا قديش زادت عندي عادات الاصابات، اقرا بعده مباشره قد ايه عندي عدد الشفاء، هذا كثير مهم. وحقيقه الحمد لله رب العالمين لهلا اعراض الفيروس عندنا بسوريا تختلف عن اي مكان، يعني لساتها في اعراض خفيفه، يعني ما عم تكون اللي عم تنزل فورا على الرئتين، لا هي حقيقتها هي انه على الحاله او على المعده، فهي خفيفه الاعراض. ما بدنا نقول انه اهم نقطه الراحه، اهم نقطه ما بدنا نكون مثلا لا سمح الله يكون في لا سمح الله شفت شلون الكورونا مع بالشخص، هو لا يطلع على الاخبار الحزينه. صح. مين مات ومين توفى وشو صار معه، لا هي محبه الاهل يمكن فاتنا الاهتمام، يعني عليك الاهتمام اللي هو انه انت مكورن ما اثر شو صار معك. تماما، اكيد يمكن ما في حدا ما رح يكون يعني بامان لما يحس اهله معه باي محنه تمرق، كل حدا بيمرق عليهم محن، ممكن مرض ممكن شيء ثاني. خلينا نحكي شوي كمان، في عنا عم نلاحظ بعض الناس عم تستغل الكورونا حتى تطلع مثلا تقول انا معي كورونا، ما بيكون عندها كورونا، لا الشهرة حصد الشهرة، ويمكن في بعض الناس عم تاخذ معلومات غلط من هي الشخصيات. للأسف كمان عم نشوف بما أنه نحن عم نحكي بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي، وعم نحكي على ضرورة كيف تنشر التوعية اليوم بمجتمع بدون تزييف للحقائق. هي نحن المشكلة يعني قبل شوي قلتي أنه الشعب السوري صار عنده يا نوع تنمر، يا نحن شو ما بصير قدامنا عم نستخدمه سواء يمكن بالشهرة. يعني هي حياة هي في باقة للأشخاص اللي هي أعلنت عن مرضها بالكورونا هي فادت، لأن هي حطت تجربة كاملة متكاملة، تجربة شخصية، تجربة من خلال شخصية العلاج، من خلال 100% إنه أنا شو صار معي، كيف كانت الأعراض، كيف تعاملت، شو عملت بالحجر. أنا هاي حقيقة بالبرافو عليك أول شيء الصراحة. تمام، وأنت ساعدت كتير أشخاص هي عم تتابعي، ولكن نحن في هي إنه كل ما أنت بتنزلي أنا هلأ كورونا وسامحونا مثلا، او انا مثلا انه مثلا بحطوا لك انه كورونا وبيعمل لك تاج ل 50 شخص، لا بتعمل لهم تاج ل 50 شخص انه انت كورونا مثلا عندك مرض كورونا. ليش ما كنا مثلا ما كان عندنا مرض القريب مثلا، ليش ما انه والله انا مقربه واعمل تاج ل 50 مشهور هالكورونا، يعني هي تماما هي اخذت مد بمعنى انه مو بس فلان وفلان، يعني هي هذا الطريق التسويق بطريقه غلط. تمام تماما. حتى هذا بيعطي نتيجه غلط، لانه معناتها اذا فلان وفلان وخاصه الاشخاص اللي بيكتبوا لك انه انا ما خلطت حدا وانا ملتزمه بالكمامه وانا كذا. صحيح. هذا عم يعطي دفع عكسي، يعني انه معناتها انا كل هالقصص بدي عم اعملها واخر شيء بدي انعادها كمان. تماما، في معلومه غلط عم توصل من خلال الرسائل. يعني انا مثلا يعني تجارب الحقيقه الشخصيه اللي بتنعرض بطريقه
انه الاعراض والتجربه وشو صار معي وانا هيك عملت وانا سويت هيك وشربت هيك مثلا، تمام اوكي انا معك وبفق لك ولك شكرا كثير لك، ممنون على هالمعلومه. ولكن الشخص اللي بيقول لك انه انا عملت كل القصص واخر شيء انصبت فهذا لا، وانه سالت اربعه بعدين مثلا بعد اربعه ايام لا انا ما طلعت كورونا، انا طالع كان عم يوجعني قلبي بس حسيت كورونا، يعني خطير. يعني كمان في نقطه مهمه خلينا نحكي عنها فاتن، انه ما كل الناس بتحمل نفس الاعراض، واخر يعني الدراسات بينت انه في عالم مثل ما حكيتي ما عم يجرؤوا يدغري على الرئتين، في عالم بيصيبه وجع راس، في عالم على المعده، في عالم ايضا ممكن يعدي علي رشح عادي ويعدي الفيروس. يعني ما فينا كمان احنا ناخذ شخص كمسطرة عن باقي الناس ونحن نعمل مثله، حتى بطرق العلاج. وبتعرفي شربوا يانسون وشربوا زعتر وفيكم تاخذوا ازيتروميسين وفيكم تاخذوا، يعني كله صار يعطي استشاراته الطبيه وصفاته الخاصه تماما، وعلى الفيسبوك عم تنزل الوصفات. يعني قديش ايضا انه لا نحن ممكن نحكي مع طبيبنا الداخلي نقول له نحن صاير، هو طبيبنا اقدر على معرفه جسمنا شو هو شو بحاجه له. يعني نحن القصه هي حقيقه هو هذا الفيروس ليش انه هو ما عم يعني ليش هو خطير، لانك انت ما عم تعرفي هو كيف عم يجي، تمام صح. هو ما عم نعرف كيف عم ينتقل بالطريقه 100%، تمام صح. هي هذه نحن متفقين عليها. الاعراض نحن حسب حتى على فكره المكان والبيئه والتعاطي، والاهم انه جهازك المناعي هو عم يختلف عنده، النظام الغذائي كمان تماما هو عم يختلف اسلوب يمكن العدوى صح. يعني مثل ما حكيتي تفضلتي وحكيتي قلتي شغل احيانا يمكن انت حقيقه صار معك كورونا بس ما حسيتي فيها، يمكن هو اجاكي صداع لمده 3 ايام هذا صحيح. هو في ناس مثل مثلا بالمعده، في ناس بالالتهاب حلق، كل واحد له اسلوب. ولكن اللي متعارف عليه هي درجه الحراره هي اكثر شيء، ولكن هي الاختلاف ما في مشكله، تختلف الواحد باي قصه، ولكن المهم انا كيف بدي عالجه هو اهم شيء حقيقه. الجهاز الجسمي في عندي توازن اسمه جهاز النفسي، يعني في عندي هذا التوازن لازم كثير مهم، بس تكون انا عندي المناعه النفسيه عاليه 100% حتكون مناعتي الجسميه عاليه. ما انا بدي اقول يعني ما كنا من زمان رزق الله ما تنقول كنا بدنا نقرب مثلا قبل يوم قولي والله انا حاسه بدي اقرب، فانت اوريدي ثاني يوم شو بتقومي انت مقربه وحلالتك طالعه، فهي انا قبل ما توقعاتك السلبيه توقعاتك قبل المرض حيجيب لك اياها المرض 100%. نعم بالختام فاتن بدنا نصائح لكل العالم اللي عم يحضرونا، واللي يمكن مواقع التواصل اخذت 90% من وقتهم بيصدقوا اكثر شيء، ما يتشوشوا بين الواقع وبين الحقيقه وبين يمكن الامل الموجود حتى بصيص الامل مثل ما بيقولوا. شو النصائح اللي بتعطيهم اياها؟ هو باي شيء اي مشكله بهي الحياه هي عباره عن مؤقته، يعني مثل ما هذا المرض وهذا الوقت مرحله هي عباره عن شيء مؤقت، انا ما حعيش طول عمري بهذا الوباء وبهذا الداء مثل ما بنقول، لا هو عباره شغله مؤقته ان شاء الله ومشكله مؤقته وبتنحل. ولكن بهي المشكله ما تكون انت جهازك المناعي قوي، ما تكوني انت عارفانه شو بدك، ما انت تحمي حالك، ما تكوني انت جزء من هي الحمايه لإلك ولمجتمعك، فانا بقول لك نحن حنتجاوزها بكل مثل ما تجاوزنا غيرها وغير كل الازمات اللي مرينا فيها. فهي الفكره الفيروس الكورونا هو مثله مثل اي مشكله، ولكن حقيقه ما تنقول نحن وعيك امانتك، فهو حقيقه الوعي هو امانه بيني وبينك انه انا بدي اتجاوز هالمرحله، وان شاء الله اللقاح بين ان شاء الله، وان شاء الله لاخر السنه بكون ما عاد فيه ان شاء الله يا رب نكون خلصنا من كورونا و2020 ان شاء الله صراحة. ان شاء الله بدنا نتمنى لك يوم حلو، ايضا نتمنى الصحه لك ولعائلتك فاتن، وبدنا نقول لمشاهدينا ان شاء الله قدروا استفادوا ايضا من هيدي الفقره اللي هي بتهم الصحه النفسيه لا تقل شأنا ابدا عن الصحه الجسديه. شكرا لوجودك، شكرا لكم، يسعد صباحكم والسلامه وشفاء للجميع.